يا هلا والله. اليوم تجربتنا لكيف تعيش تجربة أحسن أكلة برجر فيك يا مدينة جدة. أهلا وسهلا فيك. عشان متعة الرحلة لازم الصحبة الحلوة. فالصحبة الحلوة مين جاي؟ رقم واحد. هاي. رقم اثنين. هاي. وحنبدأ الرحلة بداية حنجيب أحسن معدات أحسن برجر حنستمتع فيه من اللحمة ودي الأشياء. يلا بينا. وهذا البرجر جبناه مع العيش. نكمل. طيب عشان نتجاوز الحكرة ونخليها بالطريقة الحلوة أخذنا العيش والبرجر من محل وبعد كده حنروح نقضي من بقالة. نيكست. وإحنا جالسين بنصور وكل شيء نسينا شغلة مهمة. إيش هي؟ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. هذه عدة الأكل جميلة. تسالي أيمن. ما تسيح؟ نعدم علينا؟ هذه العدة. لا جبنا كيف تسيح يا أبويا كلها كم شويتين؟ هذه العدة. تجربة البرجر هذه لها عوامل جدا تسير. I don't understand you. ما أنا ما فهمتش ولا كلمة. تجربة البرجر هذه لها عوامل جدا تسير رهيب. رقم واحد الطعم وزي ما شفتوا أحسن أنواع جبناها. رقم اثنين الصحبة. أحسن شباب وشباب زي العسل. والأهم من كده وكده كان من هنا جلسنا ندور في مكانكم فيلا باي. شوف فيلا باي. وزي ما انتم شايفين هذا المكان الجميل اللي حتصير فيه عملية الطبخ. هذا البار فيه بإمكان الواحد انه يقدر يسوي الطبخ في شواية في العدة حقت الفرن. كل حاجة هنا موجودة. كمان بوريكم كيف جوا فيلا بالي. هنا غرفة البخار ستيم روم يا جدعان. كمان هذا الحمام ما شاء الله تبارك الله. شوف حمام مرتب. هذا الحمام الخارجي. هذا السويمينج بول وزي ما انتم ملاحظين هنا في شاور خاص خارجي عشان لا حد يجي يسوي يضبط الامور. هنا مسبح الاطفال ما شاء الله مره جميل. ايمن هلو. ايمن جاهز يسوي لايف ما شاء الله تبارك الله. المسبح مره حلو. واحدة من المميزات الرهيبة في درج اللي مو لازم تنطنط وفي دار. هذا الدرج مسبح جدا جميل. وهنا المدخل. يا سلام. هذا الليفينج روم ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي. شايفين كيف؟ استغرب لما يجي يقولوا لك انه هذه حقت بس يا جماعة هذه يقدر يسوي فيها عزايم. هذا الليفينج روم. وهذه غرفة النوم الرئيسية كاملة مكملة. والحلو كمان شوفوا كيف الواجهة حقتها. شوفوا أيمن عايش جو بالي جد. هذا الحمام بجاكوزي الواشر شايفين كيف. هذا هنا كرسي حمام. هذه الغرفة رهيبة رهيبة. واحدة من الأشياء الثانية لاحظوا الشاشة التلفزيون مربوط بواي فاي سبيكرز. هذا السبيكرز يطلع عليك الصوت بالكامل. الغرفة الثانية معمولة على ثلاثة سراير حقت كأنها غرفة أطفال. وهذا السرير بتلفزيونه وكل حاجة. هذا المطبخ فل إكويب مطبخ وتجازك مايكروويفك. هذا كله. هذا الحمام في مغسلة هنا. في حمام تاني كامل مروشه بكل شيء. رهيب رهيب رهيب. لسه ما كملنا. شوفوا يا حبيبي. ايش فيه؟ حتى فيه هنا
منطقة حقت الألعاب حق الأطفال، شايفين؟ واو زحليقات فرفيرة كاملة ما شاء الله تبارك الله، شايفين كيف؟ جنب الباربيكيو هذه الجلسة، شايفين كيف؟ هذه الجلسة تقدروا تلعبوا فيها مع الجو الحلو، تطلع جلسة مرة حلوة فيها الكيرم الشطرنج كوتشينا، جلسة عائلية تقدروا تضبطوا فيها الدماغ العالي. بالله بالي ما شاء الله تبارك الله، موضوعها مرة سهل، جيب أكلك وتعال، هم بيوفروا لك كل شيء، حتى الفحم هم بيوفروا. هذه الفيلا الكبيرة، خليني أوريكم كمان عندهم الفيلا الصغيرة حقت العيلة القليلة. أوريكم مامي. أيمن! أيمن! تعال تعال. أوكي. أنت عندك الدور دحين حتسوي تصوير حق الفيلا الصغيرة. جاهز؟ يلا. وهذه الفيلا الصغيرة، تعال أوريكم إياها. شوفوا ما شاء الله هذه الجلسة الخارجية، يا سلام جلسة شتوية يا جماعة على كيف كيف، تقدروا تجلس هنا تنبسطوا، وهنا كمان موجودة الألعاب يعني تنبسطوا أنتوا والشباب، وهذه جلسة حلوة المرجعة الخفيفة، هنا ما شاء الله مجهزي لكم ركن للشوي برا تشووا وتنبسطوا، وأحلى باربيكيو حيكون هنا مع المنظر الطبيعي الجميل هذا ما شاء الله تبارك الله. طبعا حوريكم هنا إيش موجود، عدة الشوي يا جماعة الخير جاهزة، جاهزة عدة الشوي هنا، الله عليك. وهنا يا حبيبي تأخذ لك شاور خفيف قبل لا تنزل وين؟ على المسبح الجميل بالإطلالة الجميلة هذه. والله يا جماعة الخير المسبح رايق، تنبسط أنت وبزورتك ولا وأنت وأهلك على آخر روقان. سلام. نجي هنا للجلسة الخفيفة هذه الباردة. وهنا عندكم كمان التلفزيون سمارت شغالة فيه كل القنوات وكل التطبيقات، شوفوا معانا هنا تقدر تشغل اليوتيوب وتسمع ميوزك خفيف، وتقدروا هنا تجلسوا تاكلوا لكم وجبة حلوة جميلة تنبسطوا في يومكم. طبعا موجودة كمان حتى الغسالة في المطبخ، وموجودة كمان هنا ثلاجة القهوة الكبسولات، وهنا جاهزة الأشياء كاملة أغراض القهوة، وهنا الثلاجة جاهزة بجميع المشروبات والعصيرات. يا سلام، خلينا نأخذ لنا موية وندخل هنا على الغرفة الخاصة اللي فيها جلسة على المسبح زي ما وريتكم قبل، شوفوا ما شاء الله كيف الجلسة حلوة. السلام السلام. وهنا ندخل على وين؟ على السرير يا حبيبي، غرفة النوم زي ما انتم شايفين، هذه الغرفة الجميلة اللي فيها الجلسة الخاصة، وهنا الدواليب تقدر تخزن أغراضك، وفيها كمان السليبر مرتبة من وإلى. ونيجي هنا للمكان الجميل، يا سلام على يمينة هنا جماعة الخير، إيش تتوقع هذه دورة المياه؟ تقدر تأخذ لك شاور جميل هنا، وهنا عزكم الله دورة المياه برضو بمغسلة خاصة، وهنا مغسلتين كبيرة بالمراية الجميلة ما شاء الله تبارك الله، مكان يفتح النفس. لكن تعالوا أوريكم الشيء الجميل، الشيء الجميل اللي بوريكم إياه، تعالوا شوفوا دحين معايا، شايفين الإطلالة هذه الجميلة؟ حنجلس ننبسط ونستكن ونروق في الجاكوزي الجميل، وأحلى روقان واستكنان يا حبيبي وانت جالس هنا، تقدر تنبسط وتشوف المنظر الجميل وتسمع صوت النافورة من الآخر. هذه الجولة حقتنا حقت الفيلا الكبيرة والصغيرة، خلينا ندلع نفسنا نظبط نفسنا. هاي أيمن جاهز إيش؟ جاهزين للسباحة. يلا سباحة. يا أهلا وسهلا من داخل مياه المنطقة الجميلة. حتى أنت ما تطلع. شفت السباحة هذه؟ يعني شوف ايش جوك؟ فانتاستيك. يلا قوم نكمل. يا هلا وسهلا، كيف حالكم؟ ونقدم لكم احلى صحبه
اجمل واحد مصور قابلته في المنسقة. بحويرس. حتشوف الصور مرة حتعجبكم. هلا هلا. هذا الفلوج يا جماعة الخير مو بس اكل، اكل وجو وصحبة وكمان مين؟ حبيبي. الله الله. ديلا كلهم حقون براقل. اهلا. خالة كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ لا تخافي منتبه له. هلا الدنيا كلها وقت. هات تعال شوف، تعال شوف المفاجأة. تعال شوف فريق 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 جاي. شوف ايش بيسوي. ايش في؟ هنسوي لكم أحسن برجر في السعودية. كي كي شوفوا يا جماعة، عصير ياسين سلام. ناخد معاه ايش تبغوا؟ ناخد كاجو، والله كاجو أحبه. الله الله الله. يا هو يا هو يا هو. طيب اللي عطل ايش؟ فكرة الاستراحة نفسها، اوكي؟ المسبح هذا في هنا زي المركب، اقسم بالله الجلسة فيه تحفة. ثاني شيء واحدة من المزايا حقيقي انه فيها ايش؟ شوف درج درج، ترى استراحات كثيرة يستمر. المسبح لحاله تحفة تحفة. المكان مرة جميل يا جماعة، يعني مناسب للعوائل، المتزوجين، للشباب. فانتاستيك. الشباب ولا عوائل؟ الشباب عوائل كله فانتاستيك. ايش اكثر؟ ايش اكثر؟ عوائل. بحويرس عوائل ولا شباب؟ هذا المحل عوائل طبعا. عوائل كمان عينات حلوة، كل فيها اطفال وتمام حجمه. والله؟ طيب احنا ما عندنا اطفال. عادي انت تلعب تنبسط. اطفال اجيب اولادي انا. اسمع انا عندي ولدي، بس انه ولدي ما صار طفل. ولدي صغار 12 سنه. لا يا شيخ هذا الطفل حقي. وح يا نادم. فيلا بالي واحده من الاماكن اللي انا شخصيا احسها عائليه جدا، ومو اي احد. هذا مكان عشان الواحد انه يتدلع حقيقي، انه يتدلع في مواصفات الفندقيه الكامله، ولكن جايه في شكل شاليه. بزعل اللي يجي يقول لي هذه استراحة، ترى هذه ما استراحة، هذا شاليه. هذا شاليه جميل، يجنن 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 حقيقي حقيقي. ما هو موضوع اللي هو يعني أقدر مثلا أسوي عزيمة، يعني أجيب أمي وأهلي وكذا ونستمتع هنا. شوفوا يا جماعة، هلا هلا بالشيخ فارس. اليوم حذوق برجر إن شاء الله، حتطبني كل اسبوع. الهدف حقنا اليوم انه احنا بندور على ذا بيست برجر، اخترنا نخليه بايش؟ سماش. هذا فارس معلي سامحني، ايش قلنا ايش سوينا؟ فكينا البرجر. ايوه. وكورناه 100 جرام وبهرناه، وبعد ما كورناه حطيناه في الثلاجه كده عشان يمسك، عشان دحين لما تكبسه في ليش؟ في هنا. هنا خلاص ما يفرق معه. يعني انت معنا ممكن تسوي حاجه زي الاوكلاهوما؟ اسوي لك اوكلاهوما، اسوي لك اللي تبغاه. والله؟ اوكلاهوما دي شباب احد الحقني. احد الحقني شباب. انا اقول لك ايش الاوكلاهوما؟ اقول له كرملنا البصل، يقول لي كرمعنا. انت تتكلم زي الناس الله يهديك. ليه يا ابويا؟ هي في فرق ايش بين كرمال؟ انت في ابويا في ابنك. اديني الصوص، اديني الصوص يا حبيبي. الصوص اختراعك برضه؟ كوكتيل بس انه ايش بحب. الله. آه. الله. ايه هو ده. شايفين الكوكتيل تسوي بايش؟ بحب بحب. حبيتك انت. ونصور احنا بحب كمان. شوف ماكجايفر، شوف شوف شوف، عشان نبغى نسويناه قررنا سماش. والله سماش، والله سماش.
شايفين؟ شوية بس خلاص. هذه الميزة الأساسية إن هي تجي ذهب. خليها كده تنضرب على. اسمعوا شباب اسمعوا فكوا هذا وجهز ال. إحنا دخلنا وما جهزنا شيء. أيوه كنا يلا ندعس. يلا مشي حالك مشي حالك. خلاص نحط نجرب. أحط الصوص فيه. أيوه. هذه خبرات هنا العيال ما شاء الله. شايف كيف ميزة هذه الطاوة؟ اوكي هذه الطاوة ميزتها يا جماعة انها ستيل فبتعطي الكرست اللي هو القرمشة حقت المطاعم اللي يحبوا السماش برجر. شايفين كيف؟ شايفين كيف البرجر؟ والله وفيها ميزة ثالثة كمان ترى ما يحتاج لها تدعكها بالليفة بعد ما تغلق على طول ما يحتاج بس يحتاج لها بس الاسفنجة تحط شوية كده فيري هذه اكيد صوص جعانين احنا مره صوره ما حطوا صوص الصوصات بالغلط تخفف النار عليها يا رسول الله هي قويه ما ينفع ما ينفع يا خلاص طيب هذه تجربه اصبر حط صوص كمان شويه من فوق لسه في انت ايش تبي تحط كمان صوصات هي كده اصلا واحد جاب برجر وصلحه. This is the burger. صراحة صراحة أنا بكي عمل لي دبان. أنا خلاص يا ويه لما أتكلم من القطمة الأولى خلاص. خلاص واحد دبان الكرام. نقطة مرة مهمة أوكي حابب أقولها كده أنا وجهة نظري. الصوص يلعب دور مرة مهم اللحمة تلعب دور مرة مهم العيش كل شيء مرة مهم المحل والبايب والجو ده سيريس وانا بكاين يبغانا نخفف لاحظت انه ما في زيت ما في زيت في دهنة حقت الدهن حق العتابي بالله كم كنت تبيعه والله كنت ابيعه ب 18 السنجل والدبل ب 25 والوجبة ب 30 يا ابوي تسوقها انت اقسم بالاغلى وجبه عندي ب 30 الطعامه هذه والله والله العظيم وكان اطعم اقسم بالله تسلم يا كل ويكند ها برايس ان شاء الله في الواتساب فارس دوب قلت معلومه مهمه ايش هي؟ الواقي وما ينشوي بس في ناس يشوف والله صعب لانه مره حيفك عليك دهنته اكثر من لحمته دهنته اكثر من لحمته سامعين؟ ايوه اما أيه. الانجوس مره ممتاز للشوي، الانجوس والبلاك انجوس مره ممتازين للشوي مو حري وسواكني؟ طبعا صراحه طبعاً اللي سواه يعني صراحه تسلك لنفسك انت قاعد لا والله طعم طعم والله ما شاء الله والذي سوى شغل والله سوى شغل احسن برجر سواه فارس الان الاخ ايمن اوكي يبي يحاول يهايط وبيسوي برجر برجر يا جماعه مو كذا مو كذا لا دقيقة ايوه تمام خلاص خليه سيبه سيبه عشان لازم يصير له كرسي تحت يلا شوف هذه طبخة أيمن وعلى هذا البرجر المبارك كيف؟ يا ابني ورينا يا ابني سلام يلا روح سلام هنسوي عيد ميلاد عيد اليوم ها مفاجأة سبايس بس روح 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 والله عيد انها مقطوعه في السوق لي ثلاثة شهور على حظك اليوم جات والله العظيم الحمد لله سنه انت طيب اخليكم كيف عرفت حافظ زي اسمه بس والله صراحه فكره هيمه
حركات. استاذ الله يخليكم، شكرا شباب والله. طب دحين هذه كيف يعني؟ كيف يعني؟ هكذا خلاص. هذا الكيك، هذا الكيك. ايش امنيتك بمناسبه عيدك؟ وجه حمر استحى 30. دخل 30. ربنا ان شاء الله. دخل 29. ربنا يوفق ولدي ان شاء الله في اللي يختاره الطيب. الله يوفق اهلي. الدمع في عيوني يا جماعه. الله العظيم يا جماعه. هذه هذه روح الاب. ايدو هو اللي كاتب. اي دي او. ايدو ايدو. احنا لغه الضاد ما نعترف بالانجليزي. احلى عليك. انتخذ اسرع مخرج. يلا كل سنه وانت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. وبيده قصيت الخيمة. طبعا انا ما اعرف اكمل الباقي. عقبال اول فندق كبير ان شاء الله يا رب. وشكرا يا عيال على الهديه الحلوه. حبيبي كل سنه وانتم طيبين كلكم. طيب هو حارس حلو الحركه دي. لقطه الختام. هذا البرجر ما يتعمل الا غير بالعوامل كلها كامله. حبنا للمجال في الاكل، حبنا بالله احنا عملنا العوامل كلها. اكل رهيب. جزا الله خير فارس، ابدع في البرجر. في نفس الوقت الصحبه الحلوه، والاهم من هذا كله باللبالي. هذا المكان الجميل عمل لعبته الصح اللي يخلى يومنا لا ينسى. وهذا البرجر برايسليس. شكرا باللبالي. احجزه.